السلام عليكم. هاي عباس الجوال من اهالي منطقه الكرخه وتشير. هاي عائلتي صارت مشاده كلاميه بيني وبين زوجتي، وانا اعتذر قدام الملا وقدام الشعب العراقي كله وقدام كل الشرفاء والطيبين ومؤسسات المجتمع المدني والمسلم والشرطه المجتمعيه، وقدام السيد رائد عجيب ابو الشرطه المجتمعيه اعتذر لها واعتذر لامها واعتذر لابوها واعتذر لاخوانها. أنا يشوفون حالي حرى جهالي، أنا مريض التفكك الأسري، أنا صار أسبوع أنا وجهالي ما نايمين الله شاهد ورقيب، لأن زوجتي زالت علي وأنا غلطانة بحقها أمام الملأ كله أمام الملأ كله، وأنا أقول بيتك وأولادك دولة وإحنا كاملين ما محتاجين شيء. أرجو من السيد رئيس الوزراء، أرجو من المؤسسات المجتمع المدني وشيوخ العشائر يشوفون هذا الفيديو ويجون وياي ويسألون.